وللمزيد ينضم إلينا أستاذ نادر رونج، الإعلامي الصيني وعضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق. أهلا بك معي عبر الشتان سيد نادر. سيد نادر، في البداية لو تستعرض لي في حالة فوز دونالد ترامب أو في حالة فوز كاملا هاريس، كيف ستكون العلاقات الأمريكية الصينية على حدة من فضلك؟ تفضل. أهلا ومرحبا بكم. بالنسبة إلى الصين، يعني أكد الصين مرارا وتكرارا أنه يعني مهما كان من يفوز بالانتخابات الأمريكية في المستقبل، فموقف الصين تجاه يعني العلاقات الصينية الأمريكية سيظل ثابتا ومستمرا، والصين تعمل على تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون وفوز مشتركة. فكذلك يجب على البلدين إدارة الخلافات بشكل مناسب، وكذلك توسيع نقاط التعاون رغم وجود الخلافات. وكذلك يعني يجب على البلدين السير في نفس الاتجاه. فالصين تريد أن أيضا أن تفهم الولايات المتحدة أن التطور الصين ليس تحديدا له، بل هي الفرصة للتنمية المشتركة. أستاذ نادر، يعني من وجهة نظرك أي البرنامجين هو الأقرب لتحقيق مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ تقصدين أي من البرنامجين أو المرشحين؟ الرئيس، أو تقصدون من يفوز سيكون يعني أقرب؟ نعم، في اعتقادي أن أعتقد إذا فاز حارس يعني تستمر سياسة الإدارة حاليا، ولكن الإدارة حاليا تعمل على يعني التشكيل التحالفات من أجل احتواء الصين يعني تحركاتها، ورغم يعني هناك التصريحات ل يعني استقرار العلاقات بين البلدين، ولكن التحركات الواقعية للإدارة حاليا يعني يعني ترك تأثيرات سلبية، مثلا في مسألة تايوان، وكذلك في الحرب التجارية والحرب التكنولوجية وغيرها. ومثلا بناء يعني نسخة الناتو الأساسية في مع اليابان، وكذلك أوكوس والتحالفات، وذلك من أجل احتواء الصين. وأما بالنسبة إلى ترامب، يعني قبل 4 سنوات في إدارته كان هناك الحرب التجارية مع الصين، ولكن لم تكن هناك التحالفات واضحة مثل اليوم لاحتواء الصين. فأعتقد إذا ترامب تريد يعني دائما يحب حل المشاكل عبر وسائل الدبلوماسية والاقتصادية بدلا من وسائل العسكرية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد نادر رونج، الإعلامي الصيني وعضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق. شكرا جزيلا يا فندم.